على حواجز مدنية ينصبها شبان على مداخل قرى في الضفة الغربية المحتلة ويطلق عليها تسمية حواجز المحبة، يقيس متطوعون درجة حرارة المارة ويدققون في أحوالهم الصحية في عملية تهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. بالناس تك امور الناس، شيف الناس تمرق من البلد، شيف تطلع من البلد، عوين بيقدر يوقفوا في البلد، على شو الشغلات المسموحه انهم يوقفوا في البلد فيها. طبعا في كره حوالينا مسموح انهم يجوا على عين برود يوقفوا في عين برود، يشتروا من محلات عين برود اللي فاتحه. طبعا في كره ممنوع، يعني في مدن او كره ممنوع يوقف عين برود نهائي، لازم بس يظل مالك من عين برود. طبعا مرور من عين برود بناخذ يعني بناء على تعليمات المحافظه. ويقيم الكثير من الشبان في قرى ومخيمات بعيدة عن المدن الرئيسية في الضفة الغربية حواجز مماثلة. قمنا بتشكيل هذه المجموعات الحواجز لأن إخواننا في السلطة ما بيقدروا يوصلونا لهذه المناطق، وبتنسيق برضو معهم في حالات الطوارئ أي مشكلة بتصير نتصل بالسلطة وهم بيقوموا بحل هذه الإشكاليات إحنا وياهم مع بعض. وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 260 إصابة، بينها 13 إصابة في قطاع غزة المحاصر ووفاة في الضفة الغربية المحتلة.